صباح الخير. شوف الشمس قد فيقنا، لاحظت الشمس لازم تصور. حيث أريد جو هاد البلاد زوين، كينعس واحد مزيان وكيفيق مزيان. صباح النور. تشيز كيك. Yeah. حلويات جميلة. شوف الأسعار. هذه هي الأسعار. شي كثيرة. بغيت نوريكم هاد الأحسن. هادو راه ماشي تصويرة، راهوما زوينين صراحة. المهم راه كاسين ناس كاينة تفطر، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المهم أنا غادي نجلس تيسا باش نمشي نجلس في هاديك البلاصة كانت خوش جاج دابا، نمشي نشوف لابيسون. المهم بارح كان حصل معايا واحد الموقف. كنا في كناكلو في هاديك ديانا ديكونال مار، وعندهم في الكوفسي اللي هو هاديك داك ديال الدجاج. المهم الكوفسي سميتو، عندهم واحد عندهم ملي كيعطوك البا، ملي كيعطوك المنيو تيعطوك معاه الكيتشوب، ولا بغيتي مايونيز كتخلص الفلوس. فانا ما كنحملش ما كنحملش كيتشوب، فقلت ليه واش ما كاينش شي حاجه ديال الفريت صوص، ديال الصوص دي فريت او الفريت صوص او مايونيز او اي شغله. فهي قالت لي لا، انه المايونيز خصو يتخاد تاخديه تخلصي عليه عاوتاني. فقلت لي انا اي دونت لايك كيتشوب، اي وونت تو تشينج ات ويز مايونيز. المهم ما فهمتش عليا. هو يجي واحد 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 السيد، واحد الانسان، واحد الخلوق، واحد طيب من عندنا افريقي، هو يجي مسكين ويشد الفلوس. قال لي يا خودي، قلت له لا ماشي كيستيون ديال الفلوس، كيستيون ديال انا ما باغاش ناكل كيتشوب، باغا نبدلو بمايونيز. وهي عارفاني بانه انا ما كنهضرش اسبانيونيه وتمادات. والحاجه الغريبه اللي لاحظت بانه الاجانب اللي كيخدموا في اسبانيا بعض المرات ما كيتصرفوش مزيان مع الناس، على العكس الاسبان كيتصرفوا مزيان 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 مع الناس او السياح او مع العرب او مع الاجانب بصفه عامه. فهذاك الانسان، هذاك الانسان قلت له لا شكرا 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 بزاف، وثانك يو فيري ماتش، وشكرته وكل شيء. قلت له راه ماشي قضيه فلوس، اي هاف ماني بات اي دونت وونت تو ايت الكيتشوب. ما علينا، فالحمد لله للواحد اللي تيقدر يهدر باللغات وتيعرف اللغات يخلص راسو. في لوطيل كنهضر بالفرنسيه، مرات كيجيبوا ناس كيهضروا لونجلي كنهضر بلونجلي، الحمد لله والشكر لله. ولقيت واحد عربي كنظن فلسطيني، هو خدام هنا في الاوتيل، هو درت معاه بالعربيه. الحمد لله الحمد لله والشكر لله يا رب. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. كان موقف رهيب وزوين في نفس الوقت الصراحه. والله المهم انا هبط شي شويه لا ريسبسيون هنايا، لان هنا الريسبسيون عندهم الانترنت قويه 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 بزاف، وحنا حيت ساكنين في الخامس فالانترنت شي شويه كتوصل ضعيفه. فكنهبط هنايا كنشوف المسائل، كنشوف إلا كانت شي حاجه في اليوتيوب، شي اخبار شي حاجه، فكنجي كنديرها هنايا. المهم فطرنا دابا،
الدراري راه الفوق حاطين تلفزيون، وانا قلت نخرج ما نضيعش الوقت في الرقاد، قلت نجي بعد على الاقل الريسبسيون ونجلس نتلف الوقت شي شويه هنايا. المهم هادشي اللي كاين نهضروا بعد. شوفوا الدنيا من الريسبسيون كيفاش كتبان بعد التنظيف. تفوت الزاج، هاد الزاج كله تنظف. واو صراحة كيحس الواحد بحال جالس دارو والله. شوفوا هاديك اللي برا، انا جالسه في الكمبيوتر حتى من الفوطيات الكمبيوتر حاطينهم زوينين. الكليسات مش فوطيات، هذا مالي وليت كنخربق في الهضره صراحه. واحد ما تيسخاش يحيد من هنا نهائيا. نسيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه، اللي كان غادي يسافر 10 ايام اسبوع ما يديش حوايج بزاف صراحه. صراحه انا سافرت بزاف وكنت كندي بزاف د الحوايج، كنت كندي بزاف د الماكياج، كنت كندي بزاف د الكريمات وبادي الشامبوهات، وكنت كندي بزاف 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 صراحه. كنت خاطئه خطا كبير. بحال دابا واحد جا هكا لاسبانيا اسبوع يجيب معاه غير دوك الحوايج ديال الرياضه اللي كيلبس، غير سريولات يكون مرتاح فيهم، دي تيشيرت، يكون شي تريكو ضروري، خص يكون شي تريكو هكا يكون شي شويه سخون ضروري، ربما يتغير الجو لانه اوروبا كيتغير فيها الجو. بالنسبه للشامبو والبادي شامبو واحد ما يتقلش نهائيا، ما فيش داعي، لانه هنا واحد لوطيلات الفخمه كيكون فيها كل شيء. حتى الا ما كانش اوتيل فور ولا فايف ستار، ممكن واحد يمشي يشري رخيص بزاف بزاف باش يشري الشامبو وبادي شامبو داك التخربيق، يعني ما يتقلش به. دابا ولينا كنخلصوا الوزن في الطيارات كاع بزاف. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، لانه انا اكتشفت بانه انا لبست هاد اليومات هادي اللي جيت كنبدل في جوج ديال السراول، والله والله جوج سراول ودو تي شيرت واحد تريكو شي شويه سخون، هذاك الفليس اللي وريتكم اللي فيه لو روز، وهادي لورانج. هاد الكسوه هادي دايره كنجلس فيها، كنجلس فيها في لوطيل ما كنخرجش بها، يعني ماشي بزاف. والبيجامه هذيك ديال العمان، ملي كنعومو كناخذ البيجامه، يعني ما يحتاجش الواحد يجي بزاف ديال الحاجات باش يعذب راسو ويتقل راسو وهم الهزان. وسيرتو ملي كيجي الواحد وسيرتو اسبانيا، الواحد تيبغي يشري، تيبغي يتقدى، تيبغي يدير شوبينغ، فاحسن واحد ما يتقلش. هذه والله العظيم نصيحه عن خبره وعن تجربه، هادشي اللي بغيت نقول لكم. وانا ما حملاش نمشي من هاد البلاد، قولوا لي شندير، انا ما حملاش نمشي من هاد البلاد، قولوا لي اش ندير. بلاد كتحمق 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 بواحد الطريقه خطيره. نتلاقاو بعد لكم فيديو لوطيل ريسبسيون من هاد الزاويه. تسمى الكمبيوترات مكتبة، تاكسيات عند الباب تما، بصراحة ما كاين ما يتقال، زوين زوين بزاف.
حتى الطابلة عندها الغريبة. والغريب في الموضوع هنايا في هذه البلاد اسبانيا انه فيها الروح، الروح اللي ما كايناش صراحة لا في السويد ولا في الدنمارك. كاينه الروح الروح الروح، كل شيء فيه روح، كل شيء فيه الروح صراحة اقسم بالله. الفوتيات الاخرين صفر لهي تيبان لهي، وعاد الكحل لهي. هذا نوريها لكم، شوفوا الارض البنت اللي تحلى فطوي تاني. حتى من صراحة أوتيل روعة صراحة صراحة زين، حتى من طابلات كديرين هكا حاطينهم والجهة التانية. مهم انا حبيت نقول لكم صباحكم مبروك. غادي نخرج من بعد شي شويه وان شاء الله الا كانت شي حاجه تصور غادي نصورها ان شاء الله باذن الله. حنا مازال في الريسبسيون ديال الاوتيل، احسن من الواحد يجلس في الدار فوق. مهم كنكتشف انا ودينا دابا حيت عينا صراحه بالطاكسيات كل مره، فقلنا نشوفوا دابا الطوبيس بحال هاد الناس، ناخذ الطوبيس ونشوفوا فين غنوصلوا. كنقلب على ميركادونا فلقيناها في بيري روندا سان بيري. المهم طوبيس 16 هو 16 بالدنماركي، 10 بالفرنسي، 16. المهم A B C D E F C A A F G C C D R H A B C D E F G H. مهم ما علينا، غادي نخرجوا ان شاء الله وغادي نمشيو نشوفوا ميركادونا. اليوم شارع الموشات، اليوم ماشي دياكونال. اليوم غنمشيو للرامبلا والبلازا دي كاتالونيا ان شاء الله. غادي نتسارى وغادي نتغدى ونقدروا نتعشاو تما عاد نجيو لهنا، حيت حنا لوطيل دايرينو غير نعس ماشي باش نجلسوا فيه. مهم انه في الليل واحد يلقى فين ينعس، هذا مكان. اما حنايا ان شاء الله غادي ندوزوها. عرفتي كنمشيو بحال المحاربين الله يستر، كنجيو دوده كناخذوا هذا البانيو وهذا الدوش وكننعسوا. عرفتي شنو ما كنقدروش. وكنتمنى لكم كاملين تزوروا برشلونه صراحه روعه في الجمال صراحه كتحمق. الناس فرحانين جايين بزاف لوطيل صراحه، اوتيل تيجيو فيه بزاف ديال الناس، كل نهار كتلقى بزاف 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 جايين دي فامي. وسيرتو هذا حنايا اختارينا على ود فامي، حنا فامي فداكشي علاش. مهم نقول لكم صباحكم مبروك والى اللقاء ان شاء الله في فرصه قادمه بحول الله. كنموت عليكم كاملين.